تقوم بنفس العمل، يتكاثفوا فيما بيناتهم، علاش لا احنا كشباب يعني نوقفوا مع سكان البلدية نتاعنا وما خلو ولا واحد جيعان. شكرا لكم شباب بلدية المالح، والله العظيم شرفتوا البلدية بالعمل التضامني تاعكم. فقط يعني إذا كان فيه رقم هاتف ولا حساب تاع البلدية تقدوا يعني تعلنوا عليه من خلال البرنامج نتاعنا. يتفضل رئيس الجمعية سيد سعيدي، تفضل. والله ما عندنا حساب عندكم يعني العمل التضامني تاعنا مازال متواصل مع الجمعيات مع الافراد اللي حابه دير الخير من خلال هذا المنبر. يعني نحيي سيده كتتصلت بمقر الاذاعه كتجابت مبلغ 1,000,000 سنتيم، نحييها. يعني كانت قالت لنا تكفلوا ببعض العائلات اللي تعرفوا انهم محتاجين. ايضا من بين الجمعيات اللي بدات هذا الاسبوع في النشاط نتاعها في الميدان جمعيه دار الاحسان سيدي سعيد اللي فيه ناس متضامنين كثر راهم يتصلوا بالجمعيه. تفضل السيد ميمون بن خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني باش نعاودوا قال لك الاعاده افاده باش المستمعين يسمعونا يقولوا ربما هذا البرنامج كان يجي في رمضان واليوم راه جا قبل رمضان باش يعرفوا باللي راه كاين دو فيروس، يعني هذا تاع كورونا وكاين الفيروس تاع الفقر. الفقر هذا تاع كورونا يروح، الفقر واعر، والفقر اذا كيتحارب يتحارب باش يتحارب بالمجهود كاع نتاعنا كما قلتي الاخت نعيمه ولو بقوطي طوماطيس كاع الناس تشارك. اليوم باش ربما يقولوا شكون هما الفقراء ولا احنا نزيدوا نوروهم ربما ما يعرفوهم كاع من هذا البلاصه. يعني كاع الناس تسمع كاين اللي كان شوفير، كاين اللي كان روسيفور، كاين اللي كان كياس، كاين اللي كان يخدم في ريستورون، كاين اللي كان بزاف، كاين اللي كان نقل الجلاله، واليوم راهم في وضعيات صعبه. وهاد الناس يعني يعرفوهم باش نكمل غير ما يطلبوش وما كما تقرقش عليه انت ما يجيش عندك وما يقولش. هذه هي الفرصه اللي ربي عطاها لنا، يعني عطانا مرض منا وعطانا فرصه اللي باش الناس تشري الاخيره. نعم باش تشري الاخيره نتاعهم. هذا يعني كيما نقولوا كاين الداء والدواء. صحيح. ها هي فرصه جات. ربما اللي كان عنده فرصه وراني قلتها ونعاود نقولها كان غادي ربما ما حضش حد باش يمشي للحج او عمره كان غادي ما مشاش. ها يا اخي جاتك عمره لان ربي غني. انت يعني دير قفات مي توني با اوبليجي، يعني كاع الناس تعرف الفقراء والمساكين. احنا ما نقدرش نقول لواحد نقول له دير روح جيب لي ليا ولا يقول لك انا نعرف تاعك. احنا ماذا بينا كاع الناس تعرف وكاع الناس تشارك. كاين كاع الناس تشارك. كاين ناس اللي نعرفهم ربما كانوا داروا علاش وداروهم بسكوت، يعني معليش الوضع يكزموه. ونعرف انا ونعرف هم يعرفون كنت غادي تخسر ربما 50 ولا 60 مليون ولا 70 مليون. ها هي جاتك اخي فرصه شابه اللي غادي ربما عرس وعويس كما يقولوا كسمون. كاين الناس اللي عندهم موت وما راهش يقول لك باغي نوكلوا الناس وما لقيناش ومنعتنا الدوله ولا يا ودي. ها هي جاتك حاجه فرصه احسن فرصه خير كسمون. ها هو يعني اللي ربي يرحمه وانت روح دير بانيات في حانوت ولا صدقه على صدقه على هذاك الميت ما تسحق لا طعام لا غاشي لا والو. ها هي علاش قلت لك نعيمه ها فرصه كبيره ربي عطاها لنا ما نضيقوش من رحمه ربي. ربي يعني ابتلانا بهذا المرض ولكن دارنا ها هو اللي بغيتوا تربحوا الاخيره نتاعكم طال الاخيره وراه يبينها لنا هذه. صح نعم هذه. ونزيدوا يعني بالك ربما نشكر ناس يعني قلت نعيمه كاين الناس اللي ما يجوش هنا للبرنامج وما يجوش نشكرهم. هذا اللي راهم يلعبوا دور جبار ثاني ربما يسمعوا لي. كاين الناس اللي راها تمشي في السريه راهم يمشوا في السريه وراهم يدوا يفقدوا هذا الناس. انا نحيوهم هذا المنبر وحنا ثاني كندعو لهم ربي الله يزيدهم رزق على رزق. وكاين واحد الملاحظه ثاني ربما قالها وزير الداخليه وزير الداخليه انا بكل تعرفين انا بكل احنا كنا يعني طول سنه نوكلوا الغاشي والمدليكوش طول سنه وانا ما نقدش نصور واحد عيب عليا شي عيب باش الانسان هذا هو راه في همه كي قال لك الشكوى لعب شفايه الانسان راه هذا وتمشي انت تدخل هذاك الباني وتضل تصور فيه وتضل هذا ما راهش غادي عاد عرس ولا هذا راه في يعني في غبينه في السطره كما قال لك الولد معطيها له في الليل حتى واحد ما يعرف قال لك حتى وجهي ما يشوفهاش. والله شفت شريطيت في يعني في واحد الدول يعني ما كيما نقولوا احنا كفار يعني هذاك وشفناها كما قال لك الاخ.